كل الفلاسفة، تعال ناخذ أفلاطون، ناخذ أرسطو، ناخذ كذا، هدول شو دورهم الكبير بالحياة؟ حاولوا يجاوبوا على سؤال ما هي الحياة؟ كل الفلاسفة. فكل بني آدم منهم أجا قال الحياة بالنسبة لي هي السعادة، تبحث عن السعادة. شخص آخر قال الحياة أنك تمرق ألم معين، من غير ألم فيش حياة. شخص آخر قال الإنسان يبحث عن قوة، ولكن في إشي مشترك بيناتهم، إنه الجواب الحقيقي هو أنا بأي فلسفة بآمن. باللحظة اللي أنا أملت بأفلاطون هذا هو الجواب، من اعتقد بحجر كفاه. إذا أنا مآمن، أنا عندي إيمان تام إن كل يوم الصبح إذا أنا بمسك هاي الكوباية وبشرب من هاي المي وبقول الحمد لله وبقول رح يكون أحلى يوم بحياتي، مع الوقت سيصبح كذلك.